تابعتم معنا في جولة الآن، جولة الثانية وخمس دقائق، سلطنا الضوء مع زملائنا المراسلين على بعض القضايا. كان من بين هذه المحاور وهذه القضايا التي تابعناها وسلطنا الضوء مع مراسلين ما عني به عوض الغنام من داخل العاصمة الإدارية الجديدة، بوابة الجمهورية الجديدة كما كان يروق للرئيس عبد الفتاح السيسي أن يطلق هذا الوصف بالأمس. عوض كان معنا في جولة الثانية وخمس دقائق عند الحي الحكومي تحديدا من أمام وزارة العدل، واستعرض جانب من الطرازات المعمارية التي يتم العمل بها وسير العمل، لكنه وعدنا أيضا بأن يوسع نطاق هذه الجولة. سنتابع معه طبيعة ما رصده وما يرصده على الهواء مباشرة. تفضل عوض. نعم أحمد، خالص التحية أجدد لك التحية مرة أخرى. نحن الآن أمام مجلس الوزراء، ربما هذا هو أول لايف يحدث أمام مجلس الوزراء بهذا المبنى الرائع الذي تقريبا تم الانتهاء من أمره تماما، وبنسبة كبيرة لغاية كل المباني الحكومية أو حي الوزارات إنجاز التعبير أو الحي الحكومي تم الانتهاء من أمره. لمسات أخيرة توضع الآن، سأعطيك صورة مباشرة أحمد لتفاصيل المباني الحكومية أو الوزارات تباعا. الآن نحن أمام مبنى مجلس الوزراء، بجواره مبنى وزارة الخارجية، على هذه الناصية يوجد وزارة التعاون الدولي، ثم وزارة القوى العاملة، ثم وزارة التجارة والصناعة، ووزارة الإسكان في الاتجاه المقابل لوزارة الصناعة والتجارة. وتباعا هذا الحي وفي منتصف التجمع الحكومي توجد هذه الحديقة، تسمى حديقة الشعب أو الحديقة الدولية، حديقة كبيرة للغاية، ربما من أهم الحدائق في مصر كما هو تلاحظ، وغنية بالزهور وبالأشجار والنوافير، منظر في قمة الروعة. ربما الأروع هو المنظر الذي رصدته منذ قليل، هو تغيير الورديات، يعني تعلم بأن هناك ثلاث ورديات حتى يتم الإنجاز من هذا المشروع القومي العملاق الكبير. على مدار الساعة كل 8 ساعات يأتي وردية جديدة من كل أنحاء مصر، أتوبيسات تأتي من كل المحافظات محملة عمال من كل الأعمار ليشاركوا في هذا العمل الوطني المهم للغاية. أعود لبيان صدر منذ قليل من مجلس الوزراء فيه مجموعة من الحوافز أحمد خاصة بسكان العاصمة الإدارية الجديدة. سيكون جزء كبير من سكان العاصمة الإدارية جهز لهم بالفعل سكن في مدينة بدر، وتم إنجاز هذا السكن بنسبة 95% حسب البيان الصادر من مجلس الوزراء، ونحو 9000 وحدة سكنية جهزت الآن هي في استقبال الموظفون الجدد لسكان العاصمة أو الذين سيعملون في العاصمة الإدارية. الدولاب الإداري للدولة المصرية، نتحدث عن أكثر من 50 موظف سيعملون في هذه المؤسسات الحكومية وغيرها في كل أنحاء العاصمة الإدارية، وسيكون هناك أيضا شرائح أخرى إذا أرادت أن تسكن بالعاصمة الإدارية ووجد لهم أماكن في الحي السكن الثالث حسب أو الحي السكن الثالث حسب توصيف البيان. من ضمن الحوافز المهمة للغاية التي جاءت في بيان مجلس الوزراء بأن هناك خصم 50% من سكان العاصمة الإدارية من الجهاز الإداري في النادي الرياضي أو المدينة الرياضية الضخمة هنا في العاصمة الإدارية التي هي على مساحة 93 فدان، وبها كل الألعاب وكل الرياضات، وبها صالة مغطاة تسمح بوجود نحو 7000 من رواد المدينة الرياضية. بالنسبة لوسائل النقل، كنا نتحدث كما تعلم في الخدمة الإخبارية السابقة عن خطان خاصان بالقطار السريع أو المكهرب والمونوريل، تم تدشين أو الانتهاء من نسبة 79% من الخط المكهرب الذي سيحمل سكان شرق القاهرة وبالأحرى في سكان مدينة السلام والعاشر من رمضان إلى هنا العاصمة الإدارية عبر 16 محطة بمسافة نحو 101 كيلو، بينما الخط الآخر الخاص بالمونوريل هو يتم العمل فيه عبر 22 محطة بطول 56 كيلو. لكن البيان الذي صدر عن مجلس الوزراء أيضا فيه تفصيلات جديدة خاصة بالانتقال بالأتوبيسات، سيكون هناك نحو 198 أتوبيس منتشر، أو ستكون هناك محطات مركزية في كل أنحاء القاهرة الكبرى. بالنسبة للجانب التعليمي، لأنه مهم للغاية، ربما يراود بعض من يريد أن يسكن العاصمة الإدارية أين سيقدم الأولاد وكيف سيتم عملية التقديم بالنسبة لسكان العاصمة، وهنا الحديث عن الجهاز الإداري. البيان تحدث على أن تم تسهيل هذا الأمر بشكل كبير، وهناك مدارس حكومية وتجريبي ومدارس لغات تبع الدولة أو تابعة للدولة أو لوزارة التربية والتعليم، وهناك أيضا مدارس خاصة، وفرت كل هذه الأمور بكل سهولة ويسر، بحيث إذا بدأ ساكن العاصمة الإدارية مع بداية العام الدراسي، نحن نتحدث
يعني شهور قليلة وينتهي هذا العام، فبالتالي ستكون هذه المدارس في استقبال لسكان العاصمة الإدارية الجديدة وأبنائهم. التعليم العالي، هناك 20 مدينة 20 جامعة في شرق القاهرة سهلت لهم الأمور بالنسبة لمن يريد أن يسكن في العاصمة الإدارية. الأمور تتم بالنسبة للعمل هنا في كل القطاعات، في كل الإنشاءات، البنية التحتية في الحي الحكومي تم الانتهاء من أمرها، الكهرباء والطاقة والأمور الخاصة بتدشين المواصلات وكذلك تصريف المياه والصرف والمياه بشكل كبير، وباقي الأمور تتم على أفضل ما يكون. نحن نتحدث عن آخر عاصمة أحمد في العالم، هي هذه العاصمة الإدارية، هي الأحدث في العالم وكانت العاصمة الأقدم في التاريخ كما تعلم، هي منف أو منف التي بناها أيضا المصريون منذ نحو 7000 عام. ما يحدث هنا بالفعل كما أكد الرئيس بالأمس، هناك نقلة نوعية كبيرة وبناء للتاريخ هنا يحدث. عوض، هو اللافت تماما أن ما ذكرته وفق البيان الحكومي هو دحض لكل الشائعات التي سيقت وروجت على مدار الأشهر وربما حتى السنوات الماضية بأن الدولة قد لا تستهدف نقل حقيقي للموظفين وأسرهم وتوفير سبل الحياة لهم، أو تستهدف التضييق عليهم. أنت تقول أن هذا نفي كامل، وصولا حتى إلى أن الحوافز تشمل حتى توفير سبل الترفيه للموظفين الحكوميين ولأسرهم في المدينة الرياضية أو في النادي الرياضي. الحديث معتبر للغاية ونقل كامل للبيان الصادر عن مجلس الوزراء في أعقاب اجتماعه اليوم تنفيذا لحديث الرئيس السيسي بالأمس عن حتمية النظر بعين الاعتبار إلى هذه الافتتاحات باعتبارها تنقل مصر إلى مصاف الجمهورية الجديدة أو الجمهورية الثانية. الصورة التي نقلتها لنا ونقلها لنا الزملاء لمجلس الوزراء كما يبدو وقد أتم جاهزيته تقريبا إلا قليلا، حيث أنت لم تكن لتقل في بهائها عما حملته لنا عوض الغنام مراسلنا، أشكره على اتحال على هذه المجهودات وعلى هذه الصورة الراقية من العاصمة الإدارية الجديدة من درة تاج المشروعات كما يروق للكثيرين أن يطلقوها عليها. عوض الغنام أشكرك شكرا جزيلا.